نبدأ بتشكيلة الرجاء. هنا المباراة الأخيرة ونوعية المباراة هذه وقوة الهلال وقوة الوداد عفوا تخلينا هذا التشكيل اللي مفروض يكون هو الموجود، إلا يعني أنس زنيتي حارس، عبد الإله مذكور يمين، جمال حركاس اللي يعوض غياب حداد، مروان هدهودي ومحمد النهيري على اليسار، عمر العرجون محوري أمام الدفاع بأدوار ارتكاز دفاعي، زكريا الوردي، محمد زريدة الاثنين وسط هجومي، محسن متولي، عبد الإله حفيظي في صناعة اللعب ضامين داخل تحت حميد حداد، ما همش أطراف أطراف، وحميد حداد رأس حربة. المشكلة الرئيسي بالنسبة للرجاء ما فيش حلول كثيرة، الدكة ما عنده خيارات طبعا، وهذه المشكلة لما الأجانب يكونوا ما همش جاهزين صحيا وما هم في القيمة طبعا، لأنه صحيا إذا لاعب عنده مشاكل في الجسم ولا مشاكل في القلب ولا مش عارف ما يمكنش يستعمله. على كل هذه واحد المشاكل. الفرضية الثانية اللي هي كذلك واردة جدا، احتمال تشكيلة ثانية أوكي. خطة ثانية شوف. أصلا لأنه الوداد يمكن يلعب باثنين، ماك تعرف هناك كواليس الديربي يبدأ ينسنس شوية شو عنده الوداد، ممكن يلعب الوداد إذا جيم بنزا يبدأ به، ممكن يبدأ باثنين مهاجمين رؤوس حربة، ولذا تحتاج لاثنين مساكين. هنا يدخل جمال حركاس مع مروان هدهودي ومحمد النهيري كثلاثة قلوب دفاع، يكون عبد الإله مذكور طرف هجومي، هو أصلا لاعب يحب النزعة الهجومية، أسامة سكحال يدخل على الطرف اليسار كذلك هجومي، عمر العرجون وزكريا الوردي يكونوا اثنين ارتكاز، وطبعا نفس صناعة اللعب الأساسيين قائد الفريق محسن متولي وعبد الإله حفيظي وحميد حداد. ونرجع ونقوله دائما المشكلة الرئيسية هي في إدارة المباراة في البدلاء. هذا بالنسبة للرجاء اللي مازال القرار مرتبط بأمور كثيرة، بحالة وضع الفريق والحالة، خاصة الحالة الدفاعية اللي الاثنين دفاعيا الوداد والرجاء جيدين، ولكن هجوميا يحتاجوا لأكثر، خاصة الرجاء يحتاج لأكثر توازن. أنا بالنسبة لي دي تبقى مفاجأة بالنسبة للوداد، الطريقة دي أو الشكل ده بالنسبة للوداد، ولكن لو رجعت للرجاء، الرجاء تخلى عن أربع لاعبين كانوا أساسيين جدا صح. وبالنسبة لهم مهمين جدا، واحد سفيان رحيم، واحد من لعيبة الأجنحة اليسرى الممتازين اللي كان أحد الحلول الكبيرة جدا للرجاء، اثنين بين مالانجو، ولما تم استدعاء اثنين لعيبة بنفس الإمكانيات بنفس الحساسية بين مالانجو، يمكن في بعض الأوقات كنا نعترض عليه، لكن يبقى رأس حربة محطة كبيرة جدا للعيبة اللي تحت. الاثنين قلبين الدفاع سند الرفلي وبدر بنون، واحد رجع ليبيا والتاني في الأهلي، واحد من أفضل لعيبة في الأهلي، وبالتالي بتتكلم على قوام رئيسي كبير جدا لفرقة الرجاء رئيسي. ينتقل علشان كده من الممكن لأسعد الشابي بكرة يعمل تغييراته، لأن أعلم جدا أن الوداد عمل تقليل في معدل الأعمار السنية، جاب مجموعة لعيبة جيدة جدا في الفترة اللي فاتت، عنده لعيبة شباب من أكاديمية محمد الخامس من أفضل ما يمكن، أخص بذكر ولد اسمه عبد الله حيمود، ده مستقبل لعيب كبير جدا عنده 20 سنة، ده يعني مع الوقت هيكون من اللعيبة الممتازين اللي ممكن يحترف في أوروبا كمان. وبالتالي فكرة الثلاثة أربعة ثلاثة بأسامة سكحال، لأن ده ما كان أسامة سكحال، محمد النهيري لو راح الليفت، على فكرة محمد النهيري عليه اعتراض كبير جدا من جماهير الرجاء، عارف ليه؟ جاي من الوداد، لأنه ودادي حتى الآن غير مقبول بالنسبة لجماهير الرجاء، ومش قابلينه خالص إنه يلعب في التشكيلة الأساسية. فكرة إن وجوده بكرة ريسك، أنا وجهة نظري ريسك مفيش جمهور، بس اي خطا، بس ما في جمهور شوي اقل ضغوط عليه طبعًا. بس اي خطا على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا هتبقى الدنيا مولعه، وبالتالي يعني انا مع المضمون بالنسبه لاسعد الشاب، لان لاسعد الشاب زي ما اتكلم زبير حتى لو كان رئيس النادي انيس محفوظ طلع اتكلم وقال ان هنغير الاطار الفني، ما تحطنيش في موقف ان انا اغير الاطار الفني، وبالتالي العب على المضمون، المضمون بتاعك اللي هو تشكيلتك الثابته والاساسيه اللي تقدر تربح بيها، ومع ان كمان هتسيب حتى على الاقل لاعب او اثنين على دكه البدلاء يساعدوك. محمود بن حليب عليه علامه استفهام، عبد الاله الحفيظي من اصابه لاصابه، الوحيد اللي بيتحرك محسن متولي و35 36 سنه وما يدكش 70 او 65 دقيقه، وبالتالي بتتكلم على حميد احداد اللي هو اساسا مش راس حربة. حميد احداد طرف يمين او شمال، وبالتالي بتتكلم على مشاكل كتير جدا في الرجاء، عشان كده بقول لك العب بالمضمون. الوحيد اللي فعلا مطمئن هو انس زنيتي اللي اداؤه طبعا حارس دولي، هذا الوحيد اللي يعطي
بعد شوية عبد الإله مذكور ولكن مازال صغير، يعني مازال يحتاج وقت، ولكن إمكانياته وخاناته جيدة. بس جبير أنت عندك هنا في اثنين في لعبة نص الملعب الارتكاز، عمر العرجوني زكريا الوردي من أهم اللعيبة اللي موجودين في الفريق المحلي للمنتخب المغربي، ومن أفضل لعيبة الارتكاز اللي موجودين في المغرب. عدم وجودهم في المنتخب نظرا لتوافر لوفرة اللاعبين المحترفين خارج المغرب، وده أمر ممتاز جدا. وده برضه بيدينا حاجة تانية، إن المغرب فعلا ولد، عندها مدرسة كروية في المغرب وبرا المغرب ترفع لها القبعة، لأن بالفعل عندها مواهب كتيرة جدا جدا، وده بيورينا إن في تجديد وإحلال وتجديد دايما في الفرق بالنسبة للوداد ورا. ونوف هذا كله نظري، لكن الأداء يمكن تشوف فريق منظم دفاعيا، يضرب الهجمة المرتدة، جودة متولي، جودة حفيظي مع الكورة، سرعة احداد، يسبب مشاكل للوداد. وهنا قلت لك الإدارة والبدايات، وشفنا نموذج اليوم العشية، يعني على الورق فريق مرتبك وفريق مركز، وبعدين مرة واحدة على الملعب تحصل موضوع ثاني. يعني لما تقول النجم يربحك متولي، النجم يربحك متولي ولا حفيظي، نجم ولاعيبة عندهم امكانيات فنية، سرعة، خبرة، مهارة خاصة، يمكن يفرقوا معك. إذا يلعب هذا الفريق مهما كان الخطة ويكون فيهم جيد، إيه احنا قراب جدا من مستوى الوداد.